الآن نحن مع حالة مع سيدة أديبة خليل في مدينة الحسكة. تفضل الشيء. أنا أديبة خليل إبراهيم من مدينة الحسكة، طبعا مواليدي من قامشلي، 10/11/1996 ولدت بالقامشلي، بعدين يعني صار نصيب جينا على الحسكة. أنا أم لثمان أولاد، 5 بنات و3 شباب، يعني أشقد يعني اللي أحكي عن الأولاد، يعني بس الأم محبتها للأولاد غير شيء. طبعا كبرتهم يعني بأدب وبأخلاق عالية، وكنت على طول عم بنصحهم، ومثلا لا يقاتلوا مع الجيران مثلا، يعني كنت يعني ربيتهم بعز، ربيتهم بدموع عيوني، حبيتهم أكثر من الدنيا كلها، يعني كنت مستعدة أترك أهلي وأترك الدنيا بس ما أترك أولادي. كان عندي كل ولد يعني بدمعة عيني. حياتكم كيف كانت قبل هاي الأحداث اللي صارت؟ حياتنا كانت كتير بسيطة وعادية. أبون كان يطلع على الشغل، وكان أبعت أولادي على المدرسة، عم بقول لهم مثلا لا تقاتلوا مع حدا، حبوا بعضكم، ديروا بالكم على بعضكم بالمدرسة، يعني حبوا أصدقائكم، يعني بلا مشاكل يا أولاد، نحن يعني جماعة بسيطين، ما نقدر يعني نعمل مشاكل ونجيب مشاكل لبيتنا. أبوك إنسان بسيط عادي، كان يقولوا لي إيه ماما، بالفعل كان يطلعوا على المدرسة ويجوا، حتى المعلمة تبعهم كانت تحبهم كثير على أدبهم وعلى أخلاقهم وعلى تربيتهم، كان يحبوا بعضهم، يحبوا أصدقائهم كثير. شوي شوي هيك مرت الأيام، الأولاد يكبروا، درسوا، نضال درس للخامس، خليل درس للسادس، زغروس درس للرابع وتركوا. يا ابني درسوا، قال لماما وضعنا شوي تعبان بدنا نساعد أبونا. والله كل واحد كان يشتغل، شيء نضال حداد، وخليل كان عم يشتغل كمان بالغطاسات، ابني كمان محمد الثاني كمان لحقه واشتغل مع اخوه يساعدوا بعض. قلتي لي حياتكم كانت هادئه، يعني كيف كانت هذا؟ يعني شو كنتوا مثلا؟ يعني كانوا بيطلعوا بالنهار؟ ايه كان مثلا يجوا من المدرسه، مثلا يقعدوا مثلا اطبخ لهم، يقعدوا ياكلوا، مثلا يكتبوا وظايف ويطلعوا على الشارع براحه، يعني يلعبوا مثلا، يلعبوا مع اصدقاء تقريبا للمساء، يعني ما كان في شيء، كنا يعني حالي هاديه، جو هادي، جيران، نطلع نفوت براحتنا، يعني ما كان في لا مشاكل ولا شيء. ايه الاولاد كانوا يلعبوا على راحتهم بدون اي مشاكل، بدون اي ضغط، بدون اي شيء، يعني كانت حياتنا كثير كثير طيبه، كانت حياتنا كثير حلوه، كانت كنا عايشين براحه واستقرار واطمئنان. خطوا مثلا بالمستقبل شو هيك حياه؟ شو حياه انت كوم؟ كيف كنت تخطي حياه اولادك قبل الشيء اللي صار بسوريا؟ كيف كنت تخطي له؟ كان عندي شهيد نضال كان يقول مثلا انا راح اطلع مثلا نجار، يعني حداد كبير، يعني بدي اعمر بيوت وبدي مثلا هيك. خليل كان كمان غطاس، بدي ماما بدي افتح دكان، وبدي اشتري سياره مثلا، اجيب صانع. عندي محمد كذلك الامر، هو كان يقول انه عم بشتغل مع اخوي، يعني نحسن وضعنا احسن، نحسن معيشتنا اكثر. هي كان اهداف لاولادي، امنياتهم. يعني بعد ما عشنا الحياة الحلوة والهادية معنا مع أولادنا طبعا ومع عائلتنا وبلدنا كمان، ما شفنا إلا هيك، يعني اشتعلينا شغلة يعني يمكن تكون أكثر من طاقتنا. أي سنة هي عم تحكي؟ كانك عم تحكي عن بداية الأحداث؟ بداية الأحداث 2011 اللي مرت في روج آفا، يعني الشغلة اشتعلينا يعني كثير، كانت يعني قوية مثلا، يعني بدها شيء هالشغله هاي توقف هالاحداث هاي. خليل ابني بما انه كمان انا دارسه متعلمه ومعي شهاده بكالوريا، ما كان يخبي شيء عني، يعني كان يطلع على الشغل كان يتاخر، اقول له خليل اين انت؟ يقول لي ماما والله عم بيت عمي. ايش عم تعمل بيت عمك يا ابني؟ يقول والله ماما هيك اصدقاء عم نحكي بهالثوره هاي، يعني ليش اجت وبشنيش وليش ايش بدنا نحن نعمل بهالثوره هاي؟ لازم نفكر ايش نعمل مقابل هالثوره هاي، يعني جاي علينا مثلا شغله كثير كثير كثير، يعني اشقد ما اقول، يعني كثير، يعني بدها يعني انسان يوقف بوتشا هالثوره هاي، وقفها
يعني بيكون مقابلها يا دمنا يا ماما. يعني يا الدم يا الشرف والناموس. قلت له ابني يعني هالطريق كثير يعني صعب، يا رح تموت يا رح يعني افقدك للابد، يا فعلا كلامك يا رح يعني ياخذوا شرفنا وناموسنا منا. قال لا يا ماما، رح ازيد دمي بس مقابل لا ينمس شعره من شرفكن وناموسكن. عندي اخوات، عندي مثلا بنات عمي بنات خالي، يعني حتى العالم كله بكف هالشغله بكف ابني. لما راح طبعا بعد ما راح وانضم لهالشباب هاي، بعدين يعني 5 سنين انضم بهالحركه هاي ابني، يعني مو يعني يوم يوم، 5 سنين انضم بهالحرب، ما ضل يعني حرب وما راح له. يعني آخر لما كان بيجي وبيروح شو كنت يعني تقولي له؟ يعني لما كان بيجي بيشوفك مثلا بيطلع على الحاره بيشوفكم، شو كنت عم تحكي؟ عم بقول يا ابني مشان الله اذا رحت يعني دير بالك على حالك، يعني ما ريت افقدك بسهوله، يعني بدموع عيوني ربيتك يا ابني مشان الله، ما لي احد غيرك، يعني تركت اهلي كلها، انت اهل شبيتي، يعني انت عمود بيتي، مشان الله ايش قد ما فيك دير بالك على حالك، يعني مشان الله يخليك اذا رحت ارجع فكر بس بامك. لما كان برجع كان في شيء معين مثلا اكله معينه بيطلبها؟ كان في شيء معين يعني كيف كنت عم تدلي بهال هالعشر ساعات او 48 ساعه او اللي كان برجع شو كيف كان تدلي؟ اول شيء اول ما كان يجي، اول ما يجي حطه بالحمام، راسا حممه، اغسله راسا ثيابه، ابني ايش بدك تاكل؟ يقول ماما ايش من ايدك طيب؟ يعني اذا تطعميني خبز وشاي ما اقول كي لا، بس مهم من ايدك يا امي. كان ادلله اقول له مشان الله بعده عنه خلي شوي يرتاح ينام، لانه هنيك ما كان في نوم. اقول ماما على طول سهرانين ما كان ينام، مشان الله بس خليه يرتاح. بس اكثر شيء كان يحب يشرب القهوه من ايدي، ماما عملت قهوه تنحكي. اخر مره اجى خليل هو وابن عمه على الميتون، قال يا ماما اعملي لنا محشي مشان اخذ لاصدقائي. قلت له تمام خليل، بعد ساعه ابني تعال يكون الاكل جاهز. والله بعد ما حضرت له هو راح الحلاق، حلق دقنه شعر وزبط حاله، اجى قال ماما جاهز الطبخ؟ قلت له ايه ابني جاهز. اعطيته الطنجره بايده حملها، مشي طلع فيني هيك ضحك، قال لي ماما ادعي لي. قلت الله معك يا ابني كمان. بس يعني شو وين يعني كان بيقاتل بهي الفتره هو واصدقائه؟ على المدرسه الوحده العربيه بالعزيزيه، حي من احياء الحسكه. ايه مشي كمان طلع فيني ضحك. قلت يا ربي ايش في ابني عم يطلع فيني اليوم مرتين عم يضحك؟ الا في شيء غصني قلبي، يعني قلت الا في شيء مرتين ابني عم يدير ظهره ويضحك معي. المهم بعد ما راح بشي ساعة ونص ولا سمعنا صوت اشتباكات. انا كنت قاعدة برا ما لي خبر، كنت قاعدة برا ولا اشوف جاي صديقه جاي ابن عمه جاي، ايش في؟ قال والله ما في شيء. مشان الله ايش في؟ يعني كل المجتمعين عند البيت ايش في؟ قال والله خليل تصاوب. بصراحة يعني أنا ما شفت حالي إلا سعفوني بالمستشفى، فتحت عيني قلت مشان الله بس بدي أشوف خليل. قال يا خالي والله سعفناه على القامش. لا أنت هو قال تصاوب، أنت صدقتي أنه تصاوب أو كان عندك إحساس أو شعور أو قناعة أنه هو استشهد؟ يعني كان هو بهاي الحالة واحد إذا ما شاف الشخص بيضل بين الحيرة. أنا بصراحة لما قال تصاوب أنا قلت ابني استشهد بصراحة، لأنه غص قلبي لما مشي طلع فيني مرتين غص قلبي، حسيت ورح أصير شغلي مع ابني. إحساس الأم أبدا ما يكذب أبدا. قلت له لا أنت عم تكذب علي، ابني استشهد. قال يحلف وقل خالي والله صاب. قلت له لا ابني شهيد. المهم فتحت عيني قال والله سعفنا على المستشفى. بعد ما سعفوا على المستشفى ما صار شيء 10 دقائق إجا شهيد نضال. شهيد نضال؟ شهيد نضال ابني الثاني الأصغر من خليل، صار يضرب راسه بالحيطان. قال لي يا أمي أخوي راح. قلت له لك وين راح؟ قال لي أخوي استشهد. قلت له إيه وبعدين أنت ايش راح تعمل؟ قال راح ألبس ثيابه أحمل سلاحه. قلت بشان الله يكفي واحد، يعني ما بقى أحمل، بشان الله اشلح هذيك الثياب ترك يا ابني. قال لا مثل ما أخوي راح أمشي بطريقه يا أمي، وراح وتركني هو كمان. وبعدين شفتي خليل بالفعل كان متصوب؟ خليل لحقته على المستشفى على القامشلي، شفته بين الحياة والموت بالعناية المشددة، تقريبا ضل شهر شفتوه. بس يعني ما كان فيني غير ابكي وادعي ابكي وادعي، صار ابوس ايده اجره. يعني الشغله يعني كان اقول مستحيل ابني يقوم،
مستحيل. اول ما فتحت امه كمان يعني اول كلمه حكاها قال صح لي سيح اين امي، بدي امي بدي امي. قلت له قربان انا امك، عندك امك سير قربان لك، سير فدوه لك يا ابني والله عندك. انا صار امسك ايده، صار ابوس اجره، صار اقول قربان هالطول انت ولك اطول انت من التخت بالمستشفى يا ابني، سير قربانك. بعدها شي كم يوم اسبوع جيت على البيت اقول وين يضال، قال اني طالع وين كمان راح. ما كان في حدا يوقفه بشان الله، خليه يجي بس اشوفه بشان الله. والله ابوه بعته على البيت صار يبوس فيني وهو انا ابوس وهو يبوسني. يعني هو يقول يا امي خلص عم بوعدك وعد انه راح احمل سلاح اخوي. اشقد حاولت اشقد حاولت ما سمع كلامي. بعدها بشي شهرين ثلاثه يعني نضال هو ابنك اللي اصغر من خيل اصغر من بعد ما شاف ابنه بعد ما شاف اخوه وبعد ما شاف اخوه تصور قرر يلبس ثيابه ويشيل سلاحه ويروح كمان يدافع عن البلد عن منطقه الجزيره ككل. مزبوط فعلا كمان لبس ثيابه وحمل سلاحه ومشي. المهم بعد بشهرين ثلاثه صارت حمله براس العين مبروكه. ولا اشوف اجا المساء قال لي يا امي. قلت له ايش في؟ اي كان باي سنه سيدي؟ كان تقريبا 2014. اجا مبسوط. قلت له ايش فيك؟ ليش مبسوط؟ قال تعرف العين رايح؟ قلت له اين رايح يا ابني؟ قال رايح اقاتل احارب. قلت له اين تقاتل تحارب؟ قال والله في حرب براس العين راح اشارك مع اصدقائي بهالحرب هاي. قلت له بشان الله يكفي ياو، بشان الله ياو حسوا بواحد ياو، خليكم اعطيني شويه احساس ياو. في كلمه تقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر ياو، قلبكم من حجر انت ما تحسوا بهالام هاي، لسا خليل بالارض يا ابني. قال لي لا يا ماما والله لا حروح. حضر لي ثياب المساء وراح اطلع. اجى المساء قلت له هلا صحيح رح تروح؟ قال والله رح اروح يا ابني بشان الله بشان محمد. صار بوس فيه قال لا ابدا، اليوم عرسي، اليوم عندي عرس انا رايح مع رفقاتي. والله المساء اجا يعني كان قبل بيدافع عن المدينه، هلا صار راح على الجبهه القتاليه. القتاليه هي الساخنه اكثر، فيها اشتباكات اكثر، فيها خطوره. ايه مزبوط أكثر. كان فيها خطوره اكثر وكانت حمله كثير قويه على براس العين. بعدين اجا المساء قال لي ايش طبختي؟ كان يحب المجدره كثير كثير كثير، كان يحب المجدره. قلت له ابني عملت لك مجدره. اكل بعد ما اكل قال لي بس حط راسي كمان على اجركي لعبي لي شوي بشعري. بعد ما حط راسه هيك على اجري لعبت له بشعري، صار بوس فيه يفتح عيونه هيك يطلع فيني يضحك. قال يلا قوم عملنا قهوه كمان. قلت له يلا تكرم عينك. عملنا قهوه شربنا انا وهو سيجاره مع بعضنا. قال ماما جيبي لي ثيابي. والله انا بايدي شلحته ثيابه ولبسته كنزه خليل، كان في عنده كنزه هيك بنيه مسكم. قد خد لبس كنزه خليل يا ابني روح. بعد ما لبسه وحضر حاله قال لي بكره الصبح طالعين. قلت له يا ابني الدنيا برد، كان يعني هيك بتشرينات مثل هالجو هلا هيك كان في بروده. قلت له ابوه قلت له يا ابني والله برد. قال لا يعني ما يهمنا احنا الشباب دمنا حامي. قلت له وقف شوي. طلعت شاكيت صحراوي. قلت له خذ البس ودير بالك هونيك مشان لا تبرد يا ابني، مشان الله ديروا بالكن على حالكن، مشان الله ديروا بالكن على حالكن. قال لا، قال كلمة بالكردي، قال شهيد نامرة. قلت له الشهداء لا يموتون، الشهداء لا يموتون. الصبحيات طلع، بعد ما طلع من كتر ما بكيت وكمان رجع طلع فيني هيك قال يا امي تعيلي، وكمان عم بقولك شهيد نامرة شهداء لا يموتون كمان. قلت له الله معك يا ابني، الله ومحمد بظهرك، بس انسان وفي انسان يستناك. المهم يوم الجمعه راحوا، يوم الجمعه الصبحيات طلعوا، يوم الاحد اجى ابوه. كنت عم بلبس ثياب خليل. بعد ما هو راح اخر مره قديش ضل استشهى؟ ثلاث ايام. الجمعه راحوا كنت عم بلبس ثياب خليل الصبحيات الساعه 7. عم نحكي على مني عم نضال، كان اقول يعني لما يجي نضال من مثلا كان يجي من نقطته شلون يمزح معك ويضحك معك ويحكي لك ويغني لك هيك. يقول ايه والله ما اشتقت له حركاته ولا اغانيه ولا يعني هيك. لسه هيك عم نحكي بهال انا وخليل بهالهاي ولا شوف
هلا هو يعني حسب ما انا مطلع الى على التاريخ استشهاد نضال هو ب 19/10 يعني عم تقولي بعد ما راح بثلاث ايام اخر مره شفتي بعد ما بثلاث ايام هو استشهد صار عندك شعور ما قبل استشهاده ب 24 ساعه او اخر مره ودعك او احكي لنا هي ثلاث ايام قبل استشهاده يعني يوم الجمعه يوم طلعوا الصبحيات يعني هذيك اليوم كلها ما كنت يعني بوعي يعني حتى طبخ ما طبخت ما حتى يعني الاولاد الصغار بدهم ياكلوا بدهم يشربوا وكنت يعني كثير يعني متضايقه يعني عندي احساس على طول خوف انه هالانسان اذا راح ما بقى يرجع على طول خوف كان في معي اجي حتى بقول مساء كمان قاتلت مع ابوك قلت بشان اقول عن ليش هالولاد راحوا يعني كيف الشيء اللي صار فيني يكفيني على ساعه ابني بالارض نضال بعده خليل بعده هو يعني ملازم السرير وانت عم تشرفي عليه يعني وهذا ايه راح كمان يعني كان شغله كثير يعني حمل ثقيل على ظهري كثير كثير يعني حمل ما اصدقي امتى تتحمل هالشغله هي يعني حمل ثقيل مثل الجبل على ظهري يعني يوم السبت خاصه السبت كان عم ينزل مطر طلعت المساء ينزل مطر بصراحه شعلت سيجاره وطلعت بالحوش قلت والله العظيم ما زال اولادي هونيك بالتول وبالجبهة عم تحكي لحالك عم بحكي لحالي والله العظيم ما فت لجوا هلا يجي عليه المطر الا هونيك وانا قاعده بسلم بالفرشه يحرم علي النوم وفوتي لجوا للصبح والله العظيم ضليت الصبح تحت المطر والمطر يجي علي وادعي 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 بهي الليله شو كان خيلتك لوين بتروح لوين بتجي شو بتفكري شو كان شعورك بهي الليله انت يعني قضيتي الليله تحت المطر تحت المطر قضيت انه الاولاد هلا مثلا جوعانين مثلا بردانين مثلا قلقين مثلا خوف مثلا هلا ايش عم يعملوا يعني كان يعني فكر ياخذني ويجيبني وقلبي فعلا دقات وصارت غير طبيعيه غير طبيعيه يعني صارت دق زياده زياده يعني كان اتمنى بس هيك اسمع شغله تليفون يجيني خبر شغله بديك المساء مستحيل ما كان في قضيت ليله لحالي بالم ببكي حتى الصبح ليش يعني ما كان بيجيك نوم مثلا ابدا ما في نوم والله للصبح انت اجبرتي حالك اخذتي منبهات لتسهري ليله لا والله والله لا منبه ولا شيء يعني قصدي منبهات شاي قهوه او ما شابه لا شربت قهوه كثير بصراحه شربت قهوه كثير شربت شاي دخان يمكن شيء باكيتين انا زيدت بهذيك الليله اي والله شربت باكيتين يعني ودليت للصبح فعلا يوم السبت الصبح صار الصبحيات لثاني يوم الاحد كمان بهالاسلوب كمان بهالعذاب بهالمراره بهالخوف بهالبكي بهالقهر يعني شغلي مو طبيعية مرت على راسي بهالفترة هالثلاث أيام شفت يعني شغلي الله لا يفرجيها لحدا يا رب الصبحيات الأحد أنا عم بلبس خليل تيابه بنحكي عن نضال عن ضحكه وحركاته ومسحه بالبيت رقصه ولا أفوت هيك إجا أبوه وعمه هيك يعني بغضب فاتي لجوا راسا قلبي وقف كان عم بلبس الكنزة لخليل وقعت الكنزة بإيدي قلت له إيش فيه قال لي ما في شيء قلت له اصلا مسكت يعني مسكت كتفه وهزيته وقلت له ايش في صار شغله بالولاد يحكي صراحه قال لا مو صار شيء قلت له احكي صراحه والله في شيء بالولادي قال لي نضال استشهد وزغروس مجروح مصاب انا ايش عملت طلعت لبرا المكيف كان برا بصراحه صرت اعيط واضرب راسي بالمكيف ما حسيت حالي الا دخلت وقعت اجوا الجيران راسا اجوا الجيران صرت يا ام خليل يا ام خليل يا ام خليل ايش في ايش في عملوني فوتوني لجوا يعني الجيران هلا اجوا وشافوكي يعني كيف انت استقبلتي الجسمان ابنك وكيف كان الجيران معك بهي اللحظه وكيف كان تعاملهم شو كيف قاسموكي هذا الحزن شو كان شعورهم شو كان شو كان بيحكوا يعني انا صراحه انفتحت هيك عيوني ما شفت البحارة كلها هجت يعني كلها جيران يعني حتى غريب وقريب شباب بنات يعني حتى الصغار يعني ما شفت كل هيك حواليك معبة هلا عم بقول صراحة يعني حكوا لي صراحة صحيح الخبر سريع يعني صحح الخبر قولي ايه ولا صح يعني ناديت بصوت عالي باسمه قلت يا ربي يعني واحد بالأرض واحد استشهد أين الأم العظيمة اللي تقدر والثالث كمان جريح والثالث جريح يعني عم بنادي أقول خليل نضال زغروس
يعني كل واحد يعني بمكان، يعني يا الله يكفي يا الله. بس يعني حتى الجيران قالوا ايش هالام العظيمه اللي تقدر تعي عمل تتحمل هالشغله هاي، يعني نحن كامهات والله ما نقدر نعمل هيك. نحن يعني هلا نحن مو جيرانكي، والله يا ام خليل ما نقدر نحط لاولادنا ثلاثتن يعني بهالشيء هذا. يعني انت انسانه فعلا ام عظيمه، اعطيتي ثلاث اولادك لهالوطن هذا، يعني شغله يعني ما تصور. لما كنت على حالي اشوف الجيران واشوف ابني الكبير يبكي ويعني ما كان يقدر يمشي يمسك الحيطان ويصيح يا امي يا امي، هو كمان راح يا امي حمودي بالمستشفى، يا امي ايش رح نعمل، يا امي يكفي يكفي يعني خلص. قلت له هلا يكفي، هلا يكفي يا ابني بالفعل، هلا يكفي. قلت لابني قلت له بالفعل هلا يكفي خلص، انت بالارض واحد استشهد والثاني بالمستشفى. فعلا هالكلمه هلا وقتها، هلا وقتها حكيت الكلمه الصحيحه يا ابني، هلا وقتها فعلا يكفي. يعني لما شافوني جيران شلون يعني حالتي انسانه مو طبيعيه، من كثر ما خبطت راسي صار ادوخ، يعني كان احكي حكي بدون وعي. قالوا لي فعلا يعني يا ريت نقدر نعمل ربع ما انت عملتي، ربع ما انت عطيتي، بس والله نحن فلكي ما نقدر نعمل هيك. صار يبوسوا فيني يعني بس بشان الله خلاص قدر على راسكي. قلت ايه قدر على راسي الحمد لله وشكر، ورغم هيك كمان قلت الحمد لله وشكر، انا مو ندمانة على هالشغلة هاي، بس يا ريت كل ام تقدر تعمل مثل ما انا عملت مثل ما انا عطيت. هيك قلت لهم. هلا هو انت قمتي مثل ما بيقولوا مراسيم الشهاده والجيران تكاتفوا معك، بس كان في شيء يعني الى حد ما يعني مو فريد، بس كان هو ملفت بحاله الشهاد نضال، انه انت ما شفتي جسمه. شو كان شعورك؟ وحسب ما انا بعرف انه انت من شيء ايام استلمت الجسمه، شو كان شعورك بهي السنه اللي ضل انت انه هو انت ما شفتي جسمه، هو احتمالات اللي صارت معك صراحة بعد يعني ما قمنا كمان مثل ما هلا حكينا بالمراسيم تبع العزاء الشهيد نضال، بس كان في عندي شغلة انه رح يرجع، لانه انا ما شفت الجثة تبعه. يعني على طول كان بسأل يعني وين الجثة ليش ما تجيبوها، يقول يعني والله هلا يعني وقت صعب ما نقدر وهيك، بس كان عندي امل انه يرجع. على طول كان اشوف ملامات كمان على فكرة، شوف في ملامات يدق الباب يقول انا جاي، ليش عم تبكي؟ كان اقوم الصبح اقول يعني والله رح يرجع، والله مو ميت، إلا اليوم يدق الباب يعني يفوت. على طول كان عندي إحساس إنه رح يرجع. بعد يعني هالسنة اللي مرت علينا بهال إنه رح يرجع وما يرجع، وأمني يعني كتير يعني أمني كتير يعني كان طلبها من رب العالمين بالفعل يرجع. إجوا خبرونا قال والله أنا هو كان بحب مجدنا كتير. أي والله بهاي السنة كم مرة طلبت من يا سيدي كرماله. أول مرة بصراحة بلكي شهرين ثلاثة أنا ما طبختها، بعدين عدت الأولاد قال ماما عملينا مجدرة، قلت له إيه معلش أعمل بس مو قلكن. قال ليش؟ قلت بدي أعطيها للجيران، يعني كأنه وصلت لهو لتمه يعني هو يأكلها. يعني حتى هلا عندي ابني الصغير يحبها كثير، من بعد ما نضال كان يحبها، يقول لي ماما عملي لي مجدرة. كل ما أقعد أفرم البصل بصراحة كان يعني هو كان يقشر البصل معي كان يساعدني بصراحة. المهم بعد سنة خبرونا قالوا لا في شهداء جبناهم من مبروك رأس العين، 30 شهيد بالبراد بالقامشلي، لو سمحتوا تقدروا تجوا معنا. والله رحنا مع الصازية أنا وابني صغروس، لأنه ابني صغروس الصغير أصغر منه كان معه وأبو. رحنا أول ما فتنا يعني بالبراد، رحنا على البراد أول جسمان استلمناه كان جسمانه سبحان الله. ابني أول ما فتح يعني التابوت قال لي ماما هذا شهيد نضال هذا هو. قلت له صحيح ابني؟ قال ايه. شفت الكنزة تبع خليل عليه وتشاكيت لأبوه أعطاه، بس كهيكل ما كان فيه، كان كل عظام يعني. بس شفت التشاكيت صار أشم التشاكيت صار أبوس التشاكيت، يعني حتى سحبوني يعني تبع الصازية كمان يا أمي في ريحة. قلت له ليش في أطيب ريحة ابني؟ حتى هيك ريحته طيبة يا أمي خدي كفوف خدي. قلت له لا خلاص خد قوية أنتي، إيش هالأم أنتي قوية. قلت له إيش في أطيب ريحة ابني؟ صار أشم ريحته، أمسك التشاكيت حتى عظامه بإيدي أنا هيك لمستن حطيتن.
كان في قدام يعني تسمانه بصراحة علبة مرتديلا، يعني من طرف ايده هاي كان في مرتديلا، علبة مرتديلا لسه مخطومة ما اكلها. قلت له يا امي ايش كنت يعني جوعان رح تفتح العلبة تاكلها؟ يعني ما لحقت افتح العلبة تاكلها، تصوبت متت، اكيد رحت جوعان. العلبة كمان ضلت هيك بايده، يعني حتى ديك العلبة كمان ما طلعت. وقلت وخذ العلبة معه. لما جينا مقامش جبتوه معي، جبتوه معي، بس قلت له رح اعمل له عرس، رح اعمل عرس. كلها قالوا يعني شلون؟ قلت له رح اعمل عرس لابني. اول ما جينا على القامشي اول شغله عملتوه انا بصراحه جبت جره، رحت اشتريت ورد، جبت ورد زينت له الجره كلها وحطيت صورته عليها وحتى عطرته. يوم المراسيم رحت على المراسيم، بعد ما دفنوا قلت له وقفوا شوي، رحت جره ابني العريس، طلعتوه بزلاغيت، طلعتوه بطلاق نار، طلعتوه يعني كانوا عريس فعلا زفت عرسه طلعتوه. لا انتو كأمهات اكيد لما بتشربوا قهوة، لما بتتناقشوا بتلتقوا العصريات الصبحيات بتناقشوا، انتو كأمهات شو عم تحكوا؟ شو امنيتكم؟ شو كيف تشوفوا يعني الحل هالأزمة اللي نحن بلشنا فيها وما بعرف شو نهايتها؟ يعني انتو كأمهات بلغتكم البسطة شو عم تتناقشوا؟ يعني انا كذاتي كأم يعني عطت ثلاث أولاد، يعني هن ثلاث شباب عندك؟ قلتي عندي خمس بنات وثلاث شباب، هن ثلاثة كانوا ضحية هذا الحرب المجنونة الجهنمية. مظبوط فعلا كان أولادي ضحية هالحرب المجنونة هاي، وعطيت أولادي والحمد لله مو ندمان، بس بدي شغلة وحدة من رب العالمين. يعني الشيء اللي أنا شفته أي إم تانية لا بقى تشوف هالشغلات ونخلص من هالوضع، يعني بس يكفي. يعني كل شاب يروح من عنا ينقص، يعني أشقد العمر، العمر قصير يعني مو قلك هالعمر الطويل، يعني ينقص ثلاث أرباع عمرنا كل شاب يروح من. أنا هلأ عمري بالنسبة إلي عمري يعني انتهى مع أولادي، بس عم بحاول أرجع عمري بشان أولادي الثاني كمان، وأطلب يعني بس من الله إنه هالحرب هالأوضاع تهدى، والأمهات يعني شيء أنا شفتوه لا بقى يشوفوه، بس يعني يعني يبكوا، بس تسرف دمعة من عيني يكفي، لأنه أنا كتير 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 بكيت، يعني ليالي صباح ضهر أقسم بالله أنا عم بطبخ أبكي، أقعد يعني حتى مع عز أصدقائي عم ببكي، أحكي مع أولادي أحكي لهم يعني شلوني عم ببكي، أطلع بالحوش بالشغل عم ببكي، يعني حياتي هلا كلها صار بكي، يعني عم يعني توجع فعلا، يعني وجع يعني إيش قد ما أقول هالوجع ما يحس فيه إلا الأم، الأم اللي عطت لأولادها اللي خسرت لأولادها. شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تأخذينا بمزعزة. لا عادي، أهلا وسهلا فيك.